أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئة نت مقتل 5 متظاهرين بنيران القوات الحكومية في بغداد. كتابات ثوار العراق يكسرون حظر التجوال وأبناء بغداد يدعمونهم بإيقاف السيارات في الشوارع. القدس العربي العراق ضرب طالبات متظاهرات بالعصي والصدر يدعو لانتخابات مبكرة. وفي العرب اللندنية ضوء أخضر لقوات مكافحة الإرهاب لقمع المحتجين في ساحل التحرير. وفي صحيفة الزمان طلبة بغداد والمحافظات يتحدون التحذيرات ويلتحقون بالمتظاهرين. وفي البصار هيئة علماء المسلمين تكشف حقائق جريمة القمع الحكومي لانتفاضة تشرين. أما في صحيفة العربي الجديد فجاء الأمن العراقي يفشل بفضل تظاهرات ساحل التحرير في بغداد. لن يشبه العراق بعد تظاهرات أكتوبر تشرين الأول ما كان قبله، فالتظاهرات الشعبية المطلبية التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري وتوقفت بعد قمع وحشي من السلطة وزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام قبل أن تعود في 25 منه غير مسبوقة في عراق ما بعد 2003، فهي المرة الأولى التي يخرج فيها العراقيون في تظاهرات واسعة دون أن يكون وراء تظاهراتهم تيار ديني أو سياسي، وهي المرة الأولى التي تجابه فيها التظاهرات بكل هذا القمع الوحشي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 400 مدني عراقي وإصابة الآلاف. عن ثورة تشرين كتب إياد الدليمي في صحيفة العربية الجديد. العملية السياسية في العراق باتت في مهب الريح، فيبدو أن العراقيين مصرون على مواصلة انتفاضتهم حتى تحقيق ما يعتقدونه مطلبا مشروعا، تغيير العملية السياسية وتغيير الدستور والمطالبة بقانون انتخابي جديد وتجريم الأحزاب المتهمة بعمليات قتل طائفي وفساد ومنع أي مسؤول من الترشح للانتخابات، ناهيك بمطالب باتت ملحة جدا تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات. لا يقوى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على أن يلبي تلك المطالب، فالكل يعرف جيدا أن إيران التي تبسط نفوذها على العراق من خلال أحزاب وميليشيات وتيارات دينية تدين لها بالولاء لن تضحي بدرة تاجها بغداد التي تعتبرها خط الدفاع الأول عن طهران، وبالتالي ستصطدم تلك المطالب حتما بحائط صد غير اعتيادي. الجيد أن مطالب العراقيين باستعادة بلدهم ورفضهم العملية السياسية الحالية وشخوصها جاءت بالتزامن مع تظاهرات مشابهة في لبنان تطالب بتنحية الطبقة السياسية الحاكمة بما فيها حسن نصر الله بمعنى النفوذ الإيراني في لبنان. وهذا التزامن بين مطالب بيروت وبغداد ضيق الخيارات أمام طهران ودفعها إلى محاولة إيجاد سبل للخروج من الأزمة، لعل منها السبل التي لوحت بها هو التهديد بالحرب الأهلية كما جاء على لسان نصر الله ومن قبله عادل عبد المهدي الذي قال إن على العراقيين أن يختاروا بين الدولة أو اللا دولة. وبقدر تعلق الأمر بالعراق كشفت مواصلة التظاهرات عن وجود سلطة فوق سلطة الدولة، سلطة تخضع أو تخضع سلطة الدولة لها، وهي سلطة الميليشيات التي تدين بالولاء لإيران، وهو أمر لا يبدو أنه سيمر مرور الكرام على العراقيين، خصوصا بعدما جرى من قتل وترهيب واعتقال في مختلف المدن العراقية. عبد المهدي لن يتمكن من الخروج من مازقه الحالي دون الاستجابة الكاملة لمشروع الشعب وانتفاضة شبابه للتغيير، وإن أراد أن يكون جزءا منه فعليه التخلي عن جميع ارتباطاته الأيديولوجية التي وفرت له فرصة المجيء على رأس الحكومة.
جاء ذلك في مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. هذه الكلمات لم ترقى إلى مستوى الأخطار التي تهدد حياة شعب العراق، وهي لا تعالج أزمة النظام حسب اعترافه. فالمشكلة الرئيسية التي لا يريد عبد المهدي الاعتراف بها أن التظاهرات تعبير عن عدم الثقة بين النظام السياسي وليست حكومته فقط، وأن الشباب العراقي حتى وإن راهنوا على تعبه من جهد التظاهر لأيام فإنه لن يستسلم. إن اختصار القضية على مجموعة من الحزم الترقيعية لا يداوي حالة الانهيار الذي يواجهه النظام السياسي في تفكك بنيته التنظيمية والفكرية. فبدأ الكثير من قادة الأحزاب يحاولون التعبير عن براءتهم من السلطة وهم رعاتها، وأخذوا يسعون إلى تمرير حلول إقالة حكومة عادل عبد المهدي متوهمين أن ذلك سيهدئ غضب الشعب، مثلما لوحظت دعوات كل من مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي مقابل تمسك هادي العامري بعادل عبد المهدي مرحليا، إلى جانب مجموعة قادة الفصائل المسلحة المدعومة من طهران والتي تراقب الوضع من بعيد ولم تمد يدها بقوة لحد اللحظة ولا تريد حرق أصابعها، طالما هناك من مستعد أن يحترق ما أجل الحفاظ على مشروعها الإقليمي وهلالها وقلبه العراق. وقد يكون استثمار الضحية عادل عبد المهدي إلى أقصى حد هو التكتيك الحالي لاستكشاف التطورات التي ستؤدي إليها الاحتجاجات، ولعل حالة عبد المهدي لا تختلف كثيرا عن حالة صاحب العهد ميشيل عون رئيس لبنان الذي حاكى في خطابه عبد المهدي. فثورة الشعب اللبناني تتفاعل زمنيا وموضوعيا مع انتفاضة الشباب العراقي، فكلاهما يواجه خصما خارجيا محركا للأحداث في البلدين هو طهران. كان خطاب عبد المهدي حديث باحث أو حديث باحث سياسي واقتصادي وليس حاكما، وهو يعلم أنه ليس مطلق اليد في سياساته، فما أعلنه عن نيته إجراء تعديل وزاري خارج المحاصصة سيصطدم بجدار الأحزاب المهيمنة داخل مجلس النواب، والتي لم تغادر لعبة المحاصصة حتى وإن تحول العراق إلى نهر من الدماء. مع استمرار المظاهرات في عديد المدن العراقية وإشهار النظام أدوات قتله بوجوه المتظاهرين، ومع سقوط المزيد من الشهداء بشكل يومي، ومع حالة الخرس العربية المزمنة، برزت من صميم الانتفاضة مستويات إبداعية متعددة لتتحدى نظام لا نظام وعملياته السياسية الطائفية الفاسدة التي أسسها المحتل. مع كل هذه الأحداث دخل الشعار إلى خط الثورة في العراق، مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي. تنوعت مستويات الإبداع التي طالما تميز بها الشعب العراقي لتساهم في كسر حواجز الخوف والتقسيمات الطائفية والدينية والعرقية المفبركة، فمن الفن التشكيلي والكاريكاتير إلى الموسيقى والشعر والغناء، إلى رفع شعارات تخطها الأيدي بحرقة قلب وغضب بات من المستحيل كبته. توحدت هذه الأوجه المتعددة جميعاً معبرة بالألوان والمفردات والصور عن الظلم والأمل والأحلام وحب الحياة. انضم الفنانون إلى المتظاهرين الشباب ليصرخوا بوجه من استهانوا بكرامتهم بأن الشوارع ملكهم والمدن ملكهم وسيبقون فيها حتى يستعيدون الوطن. فالطغاة مهما تحصنوا بأسلحتهم وأجهزة إعلامهم وأموال فسادهم ودعم سادتهم يخشون الكلمة واللون وصوت المغني، خاصة إذا ما خضبتها دماء الشهداء. وإذ ترحب الانتفاضة الجماهيرية بانضمام الطلاب والجامعات والأكاديميين ونقابة المحامين والمدرسين إليها للتضامن مع من نزلوا إلى الشوارع يوم الأول من تشرين أول أكتوبر وحتى اليوم، يقف أبناء الشعب متسائلين هل نعيد اجترار الدموع ونلطم حتى إسالة الدم من صدورنا وتحويل الشهداء إلى صور جامدة بلا حياة ننساها بعد حين، رافضين للحلول الكاذبة
ومقايضة الشهداء وتضحياتهم. يقول المتظاهرون: سنبقى وفاء لآمال الشهداء الذين سقطوا مطالبين بحق الكرامة وأن يعيشوا سنوات لتحقيق طموحاتهم في وطنهم في شوارع مدنهم، أن يكتبوا قصائد أحلامهم بأنفسهم لأنفسهم ولأبناء شعبهم. خارج العراق في أمريكا وأوروبا، استحدث الشباب المتضامن مع المتظاهرين مجموعات واتساب تتابع وتتفاعل وتنظم التظاهرات أمام السفارات العراقية وأجهزة الإعلام الرئيسية كالبي بي سي ومقرات الحكومات ورؤساء الوزراء والأمم المتحدة. أبدعوا أساليب جديدة لجذب الانتباه إلى الإبادة التي يتعرض لها المتظاهرون داخل العراق، وإدانة الصمت الدولي وتهرب الدول الغربية وأمريكا خاصة من مسؤوليتها في غزو واحتلال العراق وتهيئة الأرضية للتقسيم والفساد والإرهاب. نزل الآلاف من الطلبة إلى الشارع أمس الاثنين في بغداد وصولا إلى البصرة مرورا بالديوانية والناصرية وكربلاء والنجف، وهتفوا لا مدارس لا دوام حتى يسقط النظام، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ مساء الخميس الماضي، غير آبهين بالتحذيرات. تقرير لصحيفة الزمان فلنتابع. في بغداد انتشرت قوات مكافحة الشغب بمحيط الجامعات غداة إعلان القوات المسلحة اتخاذ إجراءات عقابية شديدة، إذ تم رصد أي حالة تعطيل متعمد في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة. وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين أمس الاثنين الإضراب العام في عموم مدارس العراق مدة 4 أيام تضامنا مع المتظاهرين. وشهد ساحات بغداد تجمعات عديدة للطلبة في زيهم المدرسي وهم يطلقون الهتافات ضد السياسيين، ورفع طلاب في بغداد لافتات كتب عليها ماكو وطن ماكو دوام، وبدأ الطلاب في بغداد صباح الأحد بالانضمام إلى التظاهرات. وأشار ناشطون إلى أن نحو 5 مدارس قررت إغلاق أبوابها والمشاركة في الاحتجاجات بشكل جماعي. وفي ساحة التحرير شهدت فتيات صغيرات يرتدين الزي المدرسي ويحملن حقائب الظهر يتجولن في الشوارع التي تطلق فيها عبوات الغاز المسيل للدموع. ومنذ الصباح الباكر احتشد طلبة جامعات الكوفة والإسلامية والكفيل وجابر بن حيان الطبية في النجف الأشرف أمام جامعاتهم وخارج الحرم الجامعي، وبعدها خرجوا بمسيرات حاشدة وسط حماية من قوات الأمن وصولا إلى موقع اعتصامهم في ساحة الصدرين وسط النجف، حيث امتلأت الشوارع بالطلبة الجامعيين. هذه الاحتجاجات غير المسبوقة في تاريخ العراق الحديث، قد بدأت عفوية بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها وصولا حتى إلى رجال الدين بحسب الصحيفة. عن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كتب عبد اللطيف خضر مقالا في موقع عربي 21، نستمع إلى جزء منه. إن ما قامت به قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل حول الضفة الغربية يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، كما أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري والاستعمار وفقا لمعاهدة التمييز العنصري، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية. في 9 يوليو عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية ما يطلق عليه رأيا استشاريا حول شرعية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل بإقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 من كانون أول من عام 2003. لخصت المحكمة الدولية رأيها الاستشاري بأنه يتوجب على إسرائيل التوقف الفوري عن بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية وتفكيك أجزاء الجدار الفاصل التي تمت إقامتها في الضفة الغربية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البناء وإلغاء الأوامر التي تم إصدارها بخصوص إقامته،
وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك، كما ناشدت محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم المساعدة لإسرائيل واتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقاف الخروقات. انتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي 1 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة. سيضطر الآلاف إلى استصدار تصاريح خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم. يلجأ بعض أهل الحكم إلى الجيش عندما تواجههم عواصف من الاحتجاج الشعبي على سياسات وإدارة لا تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة. وفي لبنان كانت معظم الرئاسات ترى في الجيش خيرا رادعا للاحتجاجات أو الانتفاضات. مقال للكاتب فؤاد مطر في صحيفة الشرق الأوسط. وفي الانتفاضة الراهنة التي تزداد ثباتا للأسبوع الثالث والمتأثرة لجهة الاستفادة من عوائد صمود الانتفاضة المصرية ثم الانتفاضة التونسية، فالانتفاضة السودانية المتزامنة مع الانتفاضة الجزائرية، طلب من الجيش أن يفض اعتصامات وأن يزيل عوائق وضعها المنتفضون بهدف إحداث المزيد من الضغط على أهل الحكم. ثمة وقائع وأمثلة كثيرة عن دور الجيش في الأزمات اللبنانية العاصفة، لكن تبقى واقعة طلب الرئيس بشار الخوري من قائد الجيش التدخل ضد الناس الأكثر شبها بما يتم تداول هذه الأيام حول طلب مماثل من جانب الرئيس ميشيل عون لم يلقى التنفيذ من جانب قائد الجيش جوزيف عون، في حين الانتفاضة تأخذ إصرارا وتمددا ملامحا توحي بأن حكومة كتلك التي شكلها الجنرال فؤاد شهاب إنما بتوليفة جديدة قد تكون آتية وتمهد للبنان المستقر، فتبدأ مرحلة تنقية الفساد المالي والإفساد الإداري والمجتمعي وبينهما الكساد الثقافي، وبعد هذا النهوض الاحتجاجي كل ما هو مستبعد يصبح محتمل الحدوث. عسى ولعل يستحضر الرئيس عون من أرشيفه الذي مضى الكثير من العبارات التي قد تطفئ نار غضبه على الناس وغضب الناس على سلوكيات بعض من حوله. أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق ميزات جديدة في إصدار فايرفوكس الجديد لحظر عمليات التتبع والحفاظ على الخصوصية بالإنترنت. وأوضحت الشركة الأمريكية أن ميزة أنتي ترانج الجديد تتيح للمستخدم الاطلاع على محاولات للتتبع التي تم حظرها في أي صفحة ويب مفتوحة، ولا يتطلب الأمر سوى النقر على علامة الدرع الموجودة على الحافة اليسرى لشريط العنوان. وهنا تظهر أيضا معلومات من خدمة فايرفوكس مونيتور التي تقوم بتنبيه المستخدم إلى حالة تسريب البيانات أو سرقة معلومات تسجيل الدخول المتعلقة بصفحات ويب معينة. ومن ضمن الوظائف الجديدة في متصفح فايرفوكس الجديد دمج مدير كلمات المرور لوكوايز الذي لا تقتصر مهمته على إدارة معلومات تسجيل الدخول فحسب، وإنما يقوم بإنشائها. والآن إلى الكاريكاتور.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.